جاب ترشحني نهائي في تفوض الترجي يظهري فيكتوار اليوم خليكم يطمحوا للتتويج بالشامبيونز ليغ. بيان سير الحمد لله يعني اليوم كان يعني ماتش قوي تعرف ترجي ايكيب كبيره الحمد لله حتى احنا ايكيب كبيره اليوم فرضنا يعني الاسلوب تاعنا وترشحنا للديمي فينال ان شاء الله كما قلت يعني الفيكتوار هذه تخلينا نطمحوا ان شاء الله باش ننزلوا لاكور. جابو كنت لاعب في النادي الافريقي ذوري هدف اليوم نتاعك طعم خاص ضد الترجي. انا كلوبيس هنا في تونس الناس كامل تعرف اني انا كلوبيس الحمد لله انا قلت لك نهدي هذا الفوز للناس كامل اللي تحبني واللي تحب وفاق ستيف. مازلت تابع النادي الافريقي مازلت تابع النادي الافريقي مباريات النادي الافريقي مازلت تابع. انا قلت لك انا سوبورتير كلوبي انا كلوبيستي يعني ورسالتك للجمهور الناس كامل تعرف اللي انا نحب كلوب رسالتك للجماهير النادي الافريقي ان شاء الله اني نتبع ديجا راهم رجعوا يعني في لي فيكتوار راهم كاليفي ديجا البلاي اوف نورمالمون ان شاء الله يهزوا الشامبيون ان شاء الله. ثلاثه ولا اربعه ماشي هم مو ثلاثه ولا اربعه انا ويا فما شكون يذكر الحمد لله احنا الحمد لله يعني اليوم حتى يعني اللاعبين وسطاف وردينا على المدرب تاع الترجي اللي قال لي جي يلعب كونتر ترجي لازمهم يرقد زيدكم موتيفاسيون الكلام تاعو هذيك هي الحاجه اللي زدت خسرت اليوم ترجي انا نقول له راك يعني زدت موتيفيت لي جوار وحنا تزيرياك تعرف لي شغل اللي قيسنا في شخصيتنا ردوا عليه يعني بكل قوه والحمد لله يعني اليوم هاو شاف يعني القدر قدناه مليح في التيران.